بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. طيب الآن معانا الصورة العامة ومعانا التوقيع وكل شيء تمام، إننا نبغى نبني البرنامج. إيش الخطوة اللي بعدها؟ الخطوة اللي بعدها نحدد قاعدة البيانات. طيب كيف نحدد قاعدة البيانات؟ بناء على المشروع. إذا كان المشروع صغير فأي قاعدة بيانات تفي بالغرض. إذا كان المشروع متوسط نشوف قاعدة أحسن. إذا كان مشروع لا والله ضخم يحتاج يعني يوميا تعاملات زي البنوك زي المستشفيات، يوميا يوميا ضغط على قاعدة البيانات، هنا نحتاج قاعدة بيانات قوية وتتحمل. فبعد ما نحدد قاعدة البيانات مثلا أوراكل، MySQL، DBS، Paradox، Box Pro، Access، أي حاجة حددتها خلاص، الآن يبدأ العمل على رسم أو نقل الأشياء المرسومة في الورق إلى قاعدة البيانات، يعني بناء الجداول وعمل العلاقات وكل هذه الأشياء، بحيث أننا ننقل الصورة المرسومة إلى صورة إلكترونية أو صورة إلكترونية عفواً في قاعدة البيانات. وهذه هي الخطوة التالية. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.